انا جبت الزيت والسكر والسمنه والدقيق، مش فاضل بس غير ان احنا نخلص العمليه. تفتكروا هننجح؟ ان شاء الله هننجح، اهم حاجه بس ان احنا نركز، وهنقوم بالعمليه لما عم خليل ينام. بقول لك ايه، احنا عايزين نحط الحاجات دي بالراحه وبهدوء. ها بس اهم حاجه البتاع ده اصلا بتتعمل ازاي؟ عيب عليك، كله مكتوب هنا. ماشي. طب بصوا، احنا عايزين نعمل كمية قليلة على سبيل التجربة يعني. خلاص ماشي. ايه ده؟ بطل لوحده. اه كنت بجرب. عملنا العجينة اهو، هنعملي بعد كده؟ هنقليها طبعا. هنقليها ازاي؟ في الزيت ده، ايه الذكاء ده؟ انا مش قصدي كده، انا قصدي هنولع الفرن ده ازاي؟ انا عامل حسابي واشتريت ولاعة. أما عليكم، حرام عليكم، حرقت المطبخ. هو انت بتسمي ده مطبخ؟ انا مش زعلانة على المطبخ اتحرق. زعلان دي فلوس كتير. لا دي فلوس كتير، انت عايز تجدد الباقة يا فاشل. حزني قوي ان احنا فشلنا. اخرس، احنا مفشلناش، احنا بس بنحاول وهننجح. انا افشل اذا انا موجود. ايوه انت تفشل يا فاشل، انت فاشل يا فاشل. انت تدينا شوية طاقة ايجابية شوية. عايز طاقة ايجابية؟ ها عايز طاقة ايجابية؟ اتفضل 5 جنيه اهي، هات طاقة إيجابية وبيع عسلية. يلا طاقة إيجابية ولا بتنجح ولا بتنجح. ما عندناش حد. صدقني يا بابا كنا ماشيين زي الفل، وأنا كاتبة مقادير كل حاجة بالظبط. مقادير إيه؟ مقادير الزلابية. لما أنتوا نفسكوا فيها ما قلتوش ليه لعم خليل يعملها لكم، أو كنتوا اشتريتوها من بره؟ أنتوا أساسا ما ينفعش تقربوا لأي نار، أنتوا لسه صغيرين. حاضر يا بابا، بس هو احنا اساسا ما كناش هنعمل الزلابيه عشان ناكلها. امال عشان ايه؟ ده مشروع صغير كده عشان نساعد حضرتك، وكمان ما نضغطش عليك في مصاريفنا. مصاريفكم؟ ايوه مصاريفنا. ما انا قلت لحضرتك ان احنا عايزين نساعدك لحد ما الظروف دي تتحسن. كمان كنت عايزين تساعدوني؟ ما انت شوف بقى يا بابا، انا مش هرتاح ولا يهدالي بال غير لما احرق الشقه دي كلها لحد ما ننجح. طيب ريحي يا بنتي، ريحي، انتي اعصابك تعبانه، ريحي ريحي يا حبيبتي، ريحي ريحي خالص. انا هقوم اغير هدوم احسن، احسن من الزلابيه بتاعتك دي. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.